انا اليه راجعون وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا محيي الزوار يا ابو علي، ما خاب من تمسك بكم، امنا من لجا والتجا اليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما. لقد ورد في زيارة الجامعة عن الإمام الهادي سلام الله عليه يقول: إلى الله تدعون وعليه تدلون. في سؤال، احنا ليش شيعة؟ ليش ما نصير سني؟ شنو فيهم السني؟ شنو في المذهب المالكي؟ شنو في المذهب الحنفي؟ شنو في المذهب الحنبلي؟ ليش ما نصير موالك؟ سؤال. هل ان الانسان يولد ابو جعفر وام فاطمه يصير شيعي صحيحا؟ هل واحد ابو خالد وامه نفترض هند يطلع سني وهو يعني اختيار المذهب بالتقليد بالنسب بالحسب؟ هاي مساله من الابتلاء. يوم القيامه الله يسالك عن القضايا العقائديه. فلله الحجه البالغه. يوم القيامه الله يسالك: لماذا لم تعمل؟ يقول هذا موجود الرواية، يقول: إلهي لم أعلم. الله يقول لي: هل لا تعلمت؟ هل تتعلم؟ أنا أعطنك عمر 70 سنة، وأعطيتك إذن وبصر، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. صحيح، أنت السمع طاقة، البصر طاقة، أعطيتك عقل تقدر تميز بين الحق والباطل. ما يصير العكس. هل لا تعلمت؟ يعني الله يحجك يوم القيامة. القضايا العقائدية لازم الواحد يبحث فيها بحث عن دليل التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد. لازم أنت تبحثها عن دليل مو عن تقليد. نعم، في القضايا الفرعية الصلاة والصوم هذه تبحثها، يعني ترجع إلى فيها إلى فقيه. بس في القضايا العقائدية لازم تبحثها عن دليل، عن علم. لازم تخوض القضية، لازم تشتري كتاب اسمه علم اليقين للفيض الكاشاني، هناك تبين العقائد كلها في أصول الدين. علم اليقين في أصول الدين، أو حق اليقين لسيد عبد الله شبر، لازم تشتري. الولد، هذا الولد ليه حق على الأب؟ عندنا في الحديث: من حق الولد
على الوالد أن يحسن اسمه ويعلمه القرآن ويزوجه في الرواية. أن يحسن اسمه يعني اختار له اسم حسن، وأن يعلمه القرآن، لازم تعلمه القرآن. أي هذا من حق الولد، لازم أنت تهتم في بدنه وتهتم في روحه وتهتم في فكره وتهتم في عقله. ولد أنت مسؤول عنه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا من الأهل، تكون أنت تقيه نار جهنم، لأن هذا راح يعرض على نار جهنم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، صحيح لو مو صحيح؟ فلازم أنت هذا تقيه نار جهنم، فلازم تعلم القرآن. زين، شلون يتعلم القرآن؟ اكو عقائد في القرآن، العلوم القرآن تنقسم لعدة اقسام، قصص، عقائد، واحكام فرعية. قصص قصة يوسف موجود، قصة ابراهيم، يونس، عيسى، موسى، قصص كثيرة في القرآن. واكو عقائد في القرآن، هذه العقائد لازم تعلمها الولد. بتقول لي شيخنا انا وين اعلم القرآن؟ انا بروحي ما افهم القرآن، انا ريال عقاء شو اسمه يعني تاجر، لو مثلا ها عطار، بقال مثلا، شيء ما عندي علم. ما عندك علم روح تعلم، انت مسؤول عن الولد، ما يصير هالحكي. تعلم لازم القرآن. فإذا ما تعلم القرآن، زين تقول لي أنا ما أعرف القرآن، وين أتعلم القرآن؟ لازم تروح تتعلم القرآن بالطريقة الصحيحة. بعد تتعلم القرآن من الذين أنزل القرآن في بيوتهم. القرآن نزل وين؟ على من نزل القرآن؟ الحسين سلام الله عليه في طريقه من المدينة إلى مكة، في الطريق رأى رجلا قال لو جئت في بيتنا في المدينة لأريتك آثار جبرائيل في بيتنا، إن ها هنا مستقى العلم. الحسين عبر عن نفسه يقول ها هنا مستقى العلم، خزان العلم. فلازم تعلم القرآن وتعلمه بطريقة صحيحة القرآن. الحين مثلا بتعلم عقائد، ها الله يقول في القرآن لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ما هي قضية عقائدية. شلون يعني لا تدركه الأبصار؟ يعني الله لا يرى بالعين المجرد، واضح؟ لأن الله مو جسم. زين، أكو آية أخرى هم موجودة في القرآن، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. شلون تفسر هذه؟ تحت بتعلم ولد قرآن، تبت تطبق كلام الشيخ، شلون تحل هالقضية؟ إلى ربها ناظرة يوم القيامة، شلون يعني إلى ربها ناظرة؟ يعني الله يرى بالعين المجردة هذه يوم القيامة؟ يولا إلا ابتعدوا عن أهل البيت ولم يأخذوا علومهم من أهل البيت، من الذين نزل القرآن في بيوتهم، ها اتخذوا من الآية هذه دليل على التجسيم، فصاروا مجسمة. يعني يقولون إن يوم القيامة الله يرى بهذه العين المجردة كما أنت ترى القمر، يعني الله يتجسد يوم القيامة. شلون الله يتجسد؟ مو الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار، ما يصير أنت تشوف الله بالعين المجردة. فشلون تجمع أنت بين الآيتين؟ هناك تقول إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. هل ممكن تحمل الآية على ظاهرها؟ إذا تحملها على ظاهرها تصطدم ويا الآية هذه، عدل له؟ يعني لا تدركه الأبصار،
فلازم تأول الآية حتى لا تصدم الآية مع بعض. فإلى ربها ناظرة، يسأل الإمام الرضا سلام الله عليه، قال إلى رحمة الله ناظرة، إلى ثواب الله ناظرة. هذا معناه، يعني أنت مثلا هاي متداولة حتى بين لغة العرب. إذا إنسان كريم، غني وكريم وحنون وطيب ويعمل الخير، وانت محتاج لما تروح له تقول له ترى احنا نظرنا اليك، نظرنا اليك يعني الى رحمتك، الى عفوك، الى كرمك، مو نظرنا هذا الشخص يعني العين الباصرة نظرنا اليك. فالنظر هني بمعنى هو توقع الرحمة، النظر الى الرحمة، او بمعنى الانتظار. تأتي الى ربها ناظرة، القرآن يفسر بعضه بعضا بمعنى انتظار رحمة الله أو انتظار الرحمات الإلهية. شنو تقول؟ فإذا كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يعني شنو فنظرة إلى ميسرة؟ يعني انتظر إلى أن يتيسر حاله، ها، ويقضي دينه. إذا رجل مديون وما يقدر يعطيك، أنت مستحب لك أن تنظره، يعني تنتظر لما يتيسر حاله ويعطيك الدين مالك. فهنا إلى ربها ناظرة يعني تنتظر رحمة الله. هذا معنى. شوف دل تفسير هو الصحيح. وانت في الجنة، انت في الجنة تنظر دائما إلى رحمة الله، إلى ثواب الله. انت في الجنة شو تسوي في الجنة؟ الجنة هي رحمة، هي رحمة الله، هي مصادق رحمة الله الجنة. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. رحمتي هنا يعني جنتي، فسأكتبها للذين يتقون. الذين يتقون وين يروحون؟ إن للمتقين مفازة، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقة. هذه الجنة، هذا النعيم اللي في الجنة هو مصداق من مصاديق رحمة الله عز وجل. فأنت لما تروح الجنة، في الجنة يطوف عليهم ولدان مخلدون، في سورة الواقع يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. تشوف الفاكهة هني، هذا من مصادق فاكهة مما يتخيرون. لما قبل لا تأكل الفاكهة تشوف الفاكهة، الفاكهة خوب من كل فاكهة زوجان في سورة الرحمن. فطالع الفاكهة لونها شكل، رائحتها شكل، طعمها شكل. فأنت دائما في نظر إلى رحمة الله، دائما في نظر إلى ثواب الله. بعدين ولحم طير مما يشتهون، بعدين حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما. إلى أن يقول عن أصحاب اليمين في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء. أنت دائما في رحمة الطالع، في سدر مخضود الطالع، في طلح منضود، ظل ممدود، ماء مسكوب. أنت دائما في حالة شنو؟ تأمل ونظر إلى رحمة الله. صحيح، هذا معنى، هذا معنى. فالواحد في قضايا العقائد لازم يرجع إلى أهل البيت سلام الله عليهم، لأنهم القناة الصحيحة الموصلة إلى الله عز وجل. أنت من يوصلك؟ شوف الجماعة ما التزموا أهل البيت، ابتعدوا عن أهل البيت. إحنا عندنا الحديث إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما شنو لن تضلوا بعد أبدا. يعني بفضل التمسك بالقرآن وأهل البيت لن تضلوا، لن تضلوا عقائديا،
لأن تظلوا أخلاقيا. الجماعة ما تمسكوا بأهل البيت، ابتعدوا عن أهل البيت فصاروا مجسمة. فلما يفسرون الآية هذه إلى ربها ناظرة، يعني لا يقولون الله يتجسد يوم القيامة، يقول هذا الله يتجسد صار جسم، أنت تعبد جسم ما تعبد الله، تعبد شيء غير الله. واضح لو لا؟ عندهم الحين في بعض الكتب أن الله لشعر قطط وأمرد ولنعال وإيد صار مجسم. إذا صار الله جسم ويشغل حيز من الفراغ، يعني صار له في مكان، تجسد الله في مكان معين، لما تجسد الله في مكان معين يعني شنو؟ يعني محتاج لهالمكان وصار محدود. لما صار هو يحتاج لدى المكان صار فقير، وإذا صار فقير لم يصلح للألوهية، لأن يشترط في الذات الإلهية أن تكون غنية بالذات، هو الغني، لكن إذا خليته محتاج للمكان صار فقير، وإذا صار فقير لم يصلح للألوهية. فصرت مجسمة، إذا صرت مجسمة ما قاعد تعبد الله عليك. شوف الآية، أنت تبي تصير موحد لو لا؟ تبي تصير موحد؟ موحد يعني تقول لا إله إلا الله أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولد. تبي تصير موحد؟ من اللي يقدر يصير موحد؟ من؟ من؟ جاوب، تعرف من؟ اللي يرتبط بأهل البيت. وين الدليل؟ أكو آية في القرآن جدا عظيمة دي الآية، شو تقول؟ اللي يوحدون الله ثلاثة، الله نفسه، الآية تقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. يعني اللي يوحد الله من هو نفسه يوحد نفسه والملائكة ومن؟ أولو العلم. زين التحمل من أولو العلم أنت؟ لا مو من أولي العلم. أولي العلم من؟ أولي العلم من؟ لازم أنت إذا تبي تصير موحد، أنت أخو مو من جنس الملائكة. اللي يوحد الله لازم يكون أولي العلم. حصرها للآية، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فلازم تصير من أولي العلم حتى يصير مصداق عليك انك موحد. من اولي العلم؟ من اولي العلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا مدينه العلم وعلي بابها، فمن اراد المدينه فلياتها من بابها. هذا الفريقين يروون ترى الحديث. بتقول لي شيخنا ده حديث يجيب لنا آية، آية غير بعد عدل. شنو الآية؟ يلا يا الذكي صلوا على محمد وعلى محمد. انتم كلكم اذكياء ترى، تدرون اللي يحضر مجلس حسين ذكي فاهم، انسان جدا ذكي. يلا منو فكر شوي في سورة الرعد، هذه بعد آية، يقول الشيخ لا دي بعد حديث، آية آية. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، آخر سورة الرعد. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، شنو جاوبهم؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. اذا في واحد هناك عند علم الكتاب، كل المفسرين سنة شيعة، وعندك شواهد التنزيل لحاكم الحسكاني وهذا السنة، يقول الذي عنده علم الكتاب هو امير المؤمنين علي بن ابي طالب. فاذا نستخلص اولي العلم هو محمد وآل محمد الحقيقة.
انت شو تقول في زيارة الجامعة؟ السلام عليكم أهل بيت النبوة معلوم الرسالة. خزان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرم. فإذا تبي تصير موحد لازم تاخذ من أولي العلم، لازم عندك تنسيق يمين هي أولي العلم واللي ما تصير موحد. هذا لا أهل البيت سلام الله عليهم، أنت حين تبي تدعو الله، شلون تدعو الله؟ شلون تدعو الله؟ من اللي يوصلك لله؟ من اللي يقدر يوصف الله؟ من؟ قول الله. قول الله. شوف الآية شو تقول؟ سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين في سورة الصافات. فمن يقدر يوصف الله؟ عباد الله المخلصين. عباد المخلصين هم محمد وآل محمد أكبر مصداق. صل على محمد. شوف إلى الله تدعون وعليه تدلون. أنا الحين أريد أرتبط بالله، أريد أنا الحين أنا مؤمن إن الله هو خالقي. هذا الخالق شلون شكله؟ شلون صفته؟ اريد ادعو به، اريد اعتقد به، اريد اناجيه، اريد اتكلم وياه. هل عندك عبارات تليق بشأن الله وعظمة الله تقدر تتكلم وياه؟ تقدر انت تصيغ عبارات ها مثل ما يصيغون اهل البيت تتكلم مع الله؟ تقدر؟ ما تقدر. هذا دعاء الصباح مثال. دعاء الصباح تقدر تصيغ دعاء مثل دعاء الصباح في هالقد المعارف الراقية وده الوصف العجيب لله. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. تقدر أنت توصفها شكل وصف؟ تقدر؟ لو مهما اتيت من عبقرية وبلاغة ما تقدر تصير. مستحيل، ما حد جاب هالشكل الوصف. الى ان يقول سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما انت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق. شلون وصف؟ ألفت بقدرتك الفرق. انت تقدر تجيب هالشكل عبارة؟ لو ما امير المؤمنين قالها تقدر انت تسمعها؟ ألفت بقدرتك الفرق. شلون يعني ألفت بقدرتك الفرق؟ انت رايح مكة شفت الطواف الاسود والابيض والطويل والقصير والتاجر والغني والفقير والعالم والجاهل والامير والوزير، كلهم في الطواف مجتمعين ويدورون. أدل لا؟ من اللي جابهم؟ من اللي ألفهم؟ من اللي حركهم؟ هذه مو قدرة؟ ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه. الله شوف الشلال من يطلع من الماء شلون طلع الله. وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا. الله من غير كل هذا سويته؟ من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا، ما تعبت
ما خلاك في مشقة، كل اللي سويت. شوف الوصف، سجع لطيف، موسيقى كلامية، عبارات راقية، شوف شلون يوصلك لله. الآن يقول فيا من توحد بالعز والوقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير، شوف الوصف، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. تقدر انت تجيب هالشكل كلام؟ انت من تقرأ الدعاء تستلذ، تستلذ، تتجلى لك عظمة الله. بعدين تسجد يقول إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب. شوف السجع، السجع بموسيقى كلامية خاصة، مو كل واحد يضبط السجع ترى. إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهواي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب، فكيف حيلتي يا ستار العيوب؟ شوف ستار العيوب، علام الغيوب، كاشف الكروب، اغفر لي ذنوبي كلها. من يقدر يسوي لك هالشيء؟ مستحيل واحد عادي يقول لك. هذا دعاء الصباح قرأ واحد مسيحي، استغرب من الكلام، قال ده كلام جدا راقي، كلام إنسان بليغ. أنت تعرف في سورة هاي الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. في بعض التفاسير علمه البيان، يعني الإمام علي هو أمير البيان، هو اللي علمه البيان، يعني سيد الفصحاء والمتكلمين. مسيحي قرأ الدعاء ده، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكف عني أكف السوء إلى آخره. قدر قرأ الدعاء، يا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء. ليش قال قهره؟ ليش ما ياب كلمة أخرى؟ وقهر عباده بالموت والفناء، ليش ما ياب كلمة ألزم عباده بالموت والفناء، أو أجبر أو أسيطر؟ ليش كلمة قهر دي بس؟ هذه قهر تدل على الجبروت، التسلط الكامل والقدرة الكاملة، أنتم مقهورين، تدل على قدرة الله الواسعة. مسيحي قال، قال الكلام من؟ قالوا له علي بن أبي طالب. من علي بن أبي طالب؟ رجل مسلم، مسلم ما علي. أنا أريد أصير من أتباع علي، صمم أصير من أتباع علي. هذا الرجل اللي يقول ذا الكلام رجل مو علي. قالوا له إذا تب تصير من أتباع علي لازم تصير مسلم. قال أصير مسلم. قال أولا إذا تب تصير مسلم وتصير من أتباع علي لازم تصير شيعي، لأن الشيعة هم أتباع علي، صحيح لا مصر؟ قال أصير شيعي، وصار شيعي، وصار الزوجة شيعية، والعائلة كلها صارت شيعة. شنو بركة دعاء واحد؟ عرف شلون يوصل لله عن طريق ذا الدعاء. فأنت لازم في القضايا العقائدية لازم تحقق عنها تحقيق. أنت تؤمن بالله؟ أي الله؟ الله الجسم، لو تنزه عن مجانسة مخلوقاته، جل عن ملائمة كيفياته، هذا الله. بل إلى الله تدعون وعليه تدلون. إذا ما تنسق يا أهل البيت ما تصير موحد أصلا، ما بالك بعد تسمع ذيك الأمور الثانية.
أهل البيت، احنا نتمسك بأهل البيت. احنا ليش شيعة؟ لأن أهل البيت عدل القرآن ويعلمه القرآن. أنا ما أعرف أحكام القرآن، أنا أريد أعلم ولدي القرآن، ما أعرف أحكام القرآن، أتعلمها من من؟ ممن نزل القرآن في بيوتي أنا، سقياهم أوصل إلى الله عز وجل. الخلفاء كانوا يلجؤون إلى أهل البيت سلام الله، لأنهم هم اللي عرفوا القرآن. أيام الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، يوم من الأيام جابوا له امرأة وضعت لست شهور، وضعت لست شهور يعني كانت حامل ولدت لست شهور، يعني مدة الحمل في البطن بس ست شهور ها مو تسع. فالخليفة الثاني أصدر حكم برجمه. زين، سمع الإمام سلام الله عليه، الإمام علي أمير المؤمنين، فلحق على القضية، قال لي ليس لك سبيل عليها، ما تقدر ترجم. ليش يا أبا الحسن؟ قال قوله تعالى أنا حجك بالقرآن. شوف القرآن نازل على مين؟ على أهل البيت، فهم أفهم به من غيره. قال قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وحمله وفصاله 30 شهرا، يعني مدة الحمل مع الرضاعة 30 شهر، وحمله وفصاله، فصاله يعني انفصال عن حليب الأم، وحمله وفصاله 30 شهرا، هذه آية في القرآن. وكو آية أخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فهني حددت مدة الرضاعة حولين كاملين، وهناك قالت وحمله وفصاله 30 شهرا، فنقص انت مدة الرضاعة شيد، يبقى عندنا مدة الحمل وهي 6 شهور. شوف شلون الإمام ربط بين الآيتين واستنتج الحكم. فقال لي إذن يبقى مدة الحمل 6 شهور، فرفع الرجم عن المرأة. وقال الخليفة الثاني لولا علي لهلك عمار. هذا مو إقرار، هذا إقرار. يعني ايش معنى هذا الكلام؟ في 80 مورد إحصائية موجودة ان الخليفة الثاني قال لولا علي لهلك عمار. ايش معنى هذا؟ معناته ان علي بن ابي طالب هو مو جاي للشيعة، جاي للاسلام كله، جاي للمسلمين كله، جاي للناس كله. فاذا انت نفس الخليفة الثاني يرجع الى علي بن ابي طالب في مشكلة علمية، انت ليش ما ترجع له؟ واضح لما واضح. انت اذا تعتبر الخليفة الثاني هو قدوة اليك، اذا هذا قدوتك، اذا يرجع الى الامام علي في قضايا علمية، صحيح لما صحيح؟ فليش انت ما ترجع له؟ ارجع للإمام علي، اخذ من علومه، اخذ من فكره، صحيح لو صحيح. بس للاسف احنا ما قاعدين نسقي الإمام علي، ما قاعدين نسقي اهل البيت، فصار عندنا مشاكل، صار عندنا ضياع، صار عندنا مو بس الخليفه الثاني، حتى الخلفاء اللي جوا بعد طول التاريخ. المعتصم جلي سارق، أقر إن أنا سرقت وأريدك تطهرني، فالمعتصم أراد إنه يعرف من أين تقطع يد السارق. هاي مسألة مورد ابتلاء. الله في كل قضية له حكم، الله ما يصير يترك الناس بلا حكم شرعي، ما يصير. انت يوم القيامة تجي لله والله ما وصل لي الحكم، ما علمت الحكم، لا، الله مبين الحكم في القرآن وفي صدور أهل البيت، بس انت تكون ترجع عليه. فاجتمعوا الفقهاء، ما يدري من وين هذا، حاكم سياسي، حاكم على دولة ولازم يدير أمور شعبه،
انت مو بس تدير امور شعبك اقتصاديا وسياسيا، لازم تديرهم حتى فقهيا. احكام يبون نظام الحدود والتعزيرات، هذا نظام قضائي، وانت لازم توفر الامن في البلد. شلون توفر الامن في البلد؟ لازم تقيم الحدود والتعزيرات، لان من امن العقاب اساء الادب، فضروري انت تقيم الحدود والتعزيرات حتى يصير ردع في المجتمع، عقوبة رادعة. فاجتمعوا الفقهاء، واحد اسمه ابن أبي داود، كان هو المرجع الرسمي في الأيام المعتصم. فطال عمرك المعتصم سأله، قال له من وين تقطع يد السارق؟ قال له من المرفق، من هنا يعني. شنو الدليل؟ قال لي آية الوضوء، واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فحد اليد ها المرفق، وأيده قم. زين، فقهاء آخرين بالمجلس قالوا لا من وين تقطع؟ قال من الكرسوع، من الزند هذا هني اللي يلي الخنصر من هنا. شنو الدليل؟ قال آية التيمم، وامسحوا بوجوهكم وأيديكم، مسح، لأن يعني التيمم مسح، واحد يمسح من كفاف الشعر إلى هني زين فوق الأنف، وبعدين يمسح هالشكل من هني إلى هنا، بعدين يمسح هالشكل، يضرب على الأرض، يضرب على الأرض بالتراب هالشكل، ويمسح هالشكل زين، وبعدين يمسح هالشكل. فقال له حد اليد من ها هنا. كلهم استدلوا من القرآن، فقهاء هذول ما يحشي من جيب. زين الحين يطبق من شنو الخليفة؟ يبي حل مشكلة من الفرق، من المرفق، من الكرسوع، ما يدري حكم الله شنو الحين. يعني حكم الله ما يصير خمسة، يصير حكم الله واحد. فكان الإمام الجواد سلام الله عليه قاعد، فقال له يا أبا جعفر ماذا تقول؟ قال لي القوم تكلموا بعد كافي. قال لي لا أريد أعرف رأيك. قال لي دعني يا أمير المؤمنين. فأصر، قال أقسمت عليك بالله إلا ما عرفت رأيك، قل لي رأيك شنو. فقال لي إذا أقسمت علي بالله إن القوم أخطأوا السنة. بين الإمام، قال له السنة حديث عن النبي أنه يجب السجود على سبعة مواضع: الوجه واليدين والركبتين والرجلين. فإذا قطعت اليد من الكرسوع فلا يبقى له يد حتى يسجد عليها، صحيح لمو صحيح؟ راحت الإيد بقى. والله يقول وأن المساجد، هذه آية قرآنية، وأن المساجد لله وما كان لله لا يقطع، فلا تدعو مع الله أحدا. استأنس المعتصم للرأي هذا، استأنس حرف هذا تمام، هذا الكلام العدل، وطبق حكم الإمام الجواد على السارق. هذا المعتصم، هذا مو تقول موالي لأهل البيت، لا 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 لا، هذا حكومة غير موالية. بس لجأوا للإمام سلام الله عليه. طبعا ابن أبي داود، اي هذا الحسين، الله يعيننا على الحسين، الحديث يقول إياكم والحسين، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. انت تعرف إبليس
ليش طلع عن الخط؟ ليش ما سجد؟ من حسد. قال هذا الذي كرمت علي، هذا اللي فضلت علي، شوف شو سووا فيه، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. الحسد مشكلة. طبعا الحسود لا يسود، لا راحة لحسود، ومشكلة الحسد هذه خصوصا في العلماء. عندنا في الحديث الحسد 100 جوز، 80 منه في العلماء، و20 منه في العامة. اي طبعا العلماء غير مؤمنين، يعني هم المؤمن لا يغبط اخوه. وعدنا بعد حديث يقول المؤمن بين 5، اي بين نفس تنازعه ومؤمن يحسده ومنافق يبغضه وعدو يكيد له وشيطان يغوي. مفتي للمؤمن. طبعا مؤمن يحسده مؤمن غير كامل الإيمان. يعني ابن أبي داود هذا يا نور عيني يا خلف شبدي بعد وصلت عند الحالة ضاقت عليه الدنيا. يا للمعتصم، هذا قاضي القضاة، هذا المرجع الرسمي، ها شلون انت ما تاخذ برأيه وتاخذ برأي واحد يقول شطر من هذه الأمة بإمامته وما يعترف فيك؟ وإحنا العلماء، أنت كمعتصم الرئيس القائد الحاكم، تصير قضية تهم الأمة وتحضر الفقهاء ويقول لك آراءهم وزراء موجودين فلان موجودين، وتاخذ برأي غيرني؟ توك. وهو يقول هذا اللي يرويها واحد بزرقان صديق ابن داود، اقول انا ضاقت على الدنيا، قال هو نفسه ابن ابي داود، قال انا بروح للمعتصم راح اقول له كلام وانا ادري ان بهالكلام راح ادخل جهنم. شوف شنو الحركة. وراح وحركه، قال لي ما يصير كذا. وفعلا المعتصم على اثر ذي القضية خطط لسم الإمام الجواد، وفعلا دس السم الإمام الجواد وقتل الإمام الجواد. هذا من اللي سواه؟ ابن أبي داود. وهو يقول أنا أدري بروح جهنم على ذلك. يعني يحسدوك على علاك، ولا إيش ابتعدوا عن علم؟ علي شو مسوي؟ عالم، أنا مديدة العلم وعلي بابه. هذا انتو تلجؤون ليه في قضايا قضائية مشاكل عويصة؟ عدل ولا لا؟ ليش يسد؟ ليش يحقد عليك؟ ليش يشتم؟ ليش يقتلون اصحابه حجر ابن عدي؟ ليش؟ شو مسوي الامام؟ شو تفسرها انت؟ الحين تقول لي شيخنا، الحين احنا الان في العصر الحديث، الحين المعتصم اخذ برأي الامام، هذا دليل على ان اهل البيت هم خزان العلم. تبي النجاة لازم يا اهل البيت. قضية حديثة موجودة، الحكومة المصرية حكومة سنية، ما عندها مشكلة الطلاق، ازمة الطلاق عندهم، مطلقات بكثرة، يبون يحلون المشكلة. شلون يحلون؟ المذاهب الإسلامية الأخرى، مالك المالكي يقول إذا نوى الطلاق، شخص نوى الطلاق وعزم عليه عزما مؤكدا ولم يصدر منه لفظة الطلاق، بس مجرد نوى وعزم عليه عزما مؤكدا، يقول وقع الطلاق. هذا مو دمار للعائلة؟ هذا مو تشتت للعائلة؟ واحد يا أخي عصب، غضب،
صمم يطلق، بس مجرد تصميم يقع الطلاق، مشكلة دي. هذا بس مالك. واحد سكران طلق زوجته، سكران يقع الطلاق عنده. أبو حنيفة لو واحد أكره على الطلاق، يعني جاء واحد بمسدس قال لي طلق زوجتك، ما طلق زوجتك أقتلك أنا، وذاك طلق على أثر الإكراه، هذا طلق زوجته، أبو حنيفة يقول يقع الطلاق. بابا هذا مكره، ما يصير، سلب منا الاختيار، يقول يقع الطلاق. القرآن يقول، هذا في دكتور صار شيعي على سورة الطلاق، القرآن شو يقول؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. يعني شنو فطلقوهن لعدتهن؟ شنو معناته؟ يعني يجب أن تكون المرأة في حالة طهر وتطلقها، وهذه حالة الطهر يكون ماكو بينكم جماع، ما صار جماع بين الزوج والزوجة. أما إذا صار جماع، يعني إحنا المرأة في حالة طهر وفي ذي الفترة صار جماع بين الزوج والزوجة، فإذا يريد يطلقها لا يقع الطلاق، لازم ينتظر لما المرأة هذه تشوف العادة الشهرية وتخلص من العادة الشهرية، تغتسل وتطهر، في ذاك الطهر يطلقها. الله ما يبي يقع الطلاق بسرعة، عدل ولا لا؟ الله يبي شوي يضع موانع وحواجز حتى لا يقع الطلاق. يا أخي أنت حين معصب غضبان يجوز تندم بعدين، واضح لو واضح؟ وحين أنت في حالة طهر وصار بينكم جماع لازم تنتظر لما تيها العادة الشهرية وتخلص، أنت بتبرد، عدل ولا بتبرد وما بتطلق. الله يبي حب البيت اللي ما فيه طلاق، وراك عيال وراك أولاد، صحيح لو مو صحيح؟ الله حكيم في تشريعاته، الله ما يشرع شيء إلا في مصلحة الإنسان، في خير الإنسان. بعدين يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. هذه حدود الله يجب الالتزام بها، إن تطلقها للعدة ولا تخرجها من بيتها ولا تخرج، فتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وظلم النفس حرام. إلى أن يقول فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني اللي يؤمن بالله واليوم الآخر يكون يطبقها الأحكام ويلتزم بها، وإذا لم يلتزم بها ولم يأخذ بها هذا ما تقدر تقول عليه يؤمن بالله واليوم الآخر. لازم شاهدين عادلين يسمعان صيغة الطلاق، وأشهدوا ذوي عدل منكم، ركن يعتبر. لكن كل فقهاء السنة يقول لا، ممكن أن تطلق المرأة في حالة العادة الشهرية، ممكن تطلقها حتى في طهر وصار بينكم جماع، ممكن تطلقها بلا شهود. زين، يعني كلها خلاف قرآن. المذهب الوحيد اللي يوافق القرآن هو مذهب أهل البيت سلام الله. زين، انت وين تروح الحين؟ الحكومة المصرية قالت تعالوا احنا في احكام الطلاق نأخذ المذهب أهل البيت، نحن بنحل مسألة واحدنا والطلاق، يقع الطلاق مشكلة، يطلق من دون شهود مشكلة، على الأقل ما تبحث عن شاهدين عادلين بتبرد ما بتطلق، عدلون وشاهدين عادلين، مو أي شاهد عادي، شاهدين عادلين، العادل الشاهد العادل اللي يلتزم بالواجبات يترك المحرمات، عدل ولا مو كل واحد يجيبه. بعدين الشاهدين قبل لا يكونون شاهدين بينصحونك، ينصحونها، عدل شاهد ما موجود، شو تسوي؟ الحكومة المصرية صممت ان احكام الطلاق نأخذ بها حسب الفقه الجعفري،
حتى نحل الأزمة. فعلا أخذه بالفقه الجاف. هذا عقل مو عقل، عقل يسوي الشيء لمصلحتك، لمصلحة البلد، لنفع الناس. فأهل البيت هم الطريق السليم للوصول إلى الله، في الفقه، في العقائد، في الأخلاق، هم خزان العلم. مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها شنو غرق وهو. فأهل البيت جايين لإنقاذ العالم، لكن الجماعة ابتعدوا فتخبطوا، بس عرفوا ماكو ملجأ لهم. المعتصم طبق رأي الإمام جمع، الخليفة الثاني طبق رأي الإمام علي، بابا مو الشكل، أبو حنيفة يقول لولا السنتان لهلك النعمان، هو رئيس مذهب، يقول لو ما السنتين اللي أنا تلمذت فيهم عند الإمام إن كان صرت من الهالكين. ونفسك هذا إقرار إن الإمام الصادق هو أستاذه. زي الواحد لما يرجع في قضية يروح للأستاذ والتلميذ، أستاذ مالك المالكية تقول، أقول مالك ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد بن الصادق علما وورعا وعبادة وفضلا. ونفسي أقول ماكو أحسن، ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق علما، يعني هو الأعلى، وعبادة وورع. هذا إقرار من المالكية نفسه، هم نفسهم ماخذين علومهم منه، هذا كله إقرار. يوم من الأيام المنصور الدوانيقي حضر أبو حنيفة قال يريدك تحضر 40 مسألة تحرج فيها الإمام الصادق، هذا اللي يدعي إمام وعنده شعبية وجماهيرية ونافسنا. قال له ما علي. فحضروا الإمام الصادق سلام الله عليه، أبو حنيفة كان قاعد. المهم فألقى المسائل، كان 40 مسألة معضلة مشكلة، فألقى المسائل على الإمام سلام الله عليه. فالإمام جاوبه أنتم تقولون هكذا وأهل المدينة يقولون هكذا ونحن نقول هكذا، يعني جاوبه عدة آراء في القضية، جاوبه على كل مسألة. مثلا أبو حنيفة شو يقول، أهل المدينة شو يقولون، أهل البيت شو يقولون، جاوبه. فأتى على 40 مسألة كلها، فقال أبو حنيفة للمنصور يا أبا جعفر، كنية المنصور أبا جعفر، يا أبا جعفر أو ما علمت بأن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس. لطيف، أعلم الناس منه؟ اللي يعرف القضية الفقهية بجميع أبعادها. يعني حتى احنا مثلا عندنا مسألة مثلا في الحج، نقول رأي السيد خوي هالشكي، رأي السيد السلاني هالشكي، رأي فلان مرجع هالشكي. هذا الشخص الملم بأقوال الفقهاء وهذا يعتبر الأعلم. أو ما علمت بأن أعلم الناس شنو؟ أعلمهم باختلاف الناس، يعني هو الإمام الصادق هو الأعلم. هذا مو إقرار؟ زين يا أخي يا نور عيني، إذا كان كل هذا أنت ليش ما تأخذ برأي الإمام الصادق؟ مرة واحدة في البحرين أنا اتصلت فيها واحدة، عن موضوع شوية خاص، أي قلت لها والله الإمام الصادق يقول هالشكل. قالت أنا من الإمام الصادق؟ قلت لها هذا رئيس المذهب، هذا أستاذ العلماء،
كلهم يدينون إليه. قالت زين ليش ما يطرحونه يعني ليش اسمك؟ لا والله سألي الجماعة، هي سنية طبعا، لا سألي علماءكم السنة بيجاوبونش. فراحت سألت من بعض العلماء في البحرين، هاي الإمام الصادق ليش ما ترجعوا له انتون؟ هذا مدرس أبو حنيفة، مدرس مالك، عالم جليل، إيه ليش ما تأخذون من آرائه؟ ليش قايلة؟ هي اتصلت لي مرة ثانية يعني جابت لي الجواب. قالوا لها الإمام الصادق كان يعيش ظرف سياسي، إيه ما يعني صار له توفيق أن يتصدى الأمور. عايش ظروف سياسية شنو؟ الإمام الصادق قال عنده 4000 راوي يروون مدارس عندك، شنو ظروف سياسية؟ كان ظرف الإمام الصادق أصلا متاح له أنه يدرس وعلم. شوف التبرير، عاش ظرف سياسي معين وما قدر يعني يتصدى للأمور. هذا حيث يصمد أمام الدليل. هذا أهل البيت، ملجأ للوصول إلى الله، ملجأ في حل المشكلات العلمية. وهل قد وصايا على أهل البيت سلام الله عليه، هل قد وصى رسول الله في أهل البيت؟ أحاديث مختلفة، مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجوا. حديث المنزلة في الإمام علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. زين، أعلمكم علي، أقضاكم علي، علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه أينما دار، علي مع القرآن والقرآن مع علي. كل هذا الله الله في أهل بيتي، الله الله في أهل بيتي. رسول الله 6 شهور كان يجي لبيت فاطمة يستأذن على الدخول ويقول الآية إنما يريد الله ليذهب الرجس عنكم أهل البيت ويطهركم طهرا. كل هالوصايا دي، بس للأسف الأمة من ذاك اليوم رزية يوم الخميس لما طلب منهم النبي ائتوني بدوات وكتف اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي ابدا، امتنعوا ما يابوا، مع انه يجب عليهم طاعة النبي، اطيعوا الله واطيعوا الرسول وطاعة الرسول طاعة لله، امتنعوا وقالوا انه ليهجر، وبعضهم لطف العبارة غلب عليه الوجع للأسف الشديد. وفعلوا ما فعلوا بأهل البيت سلام الله عليه. الإمام الحسين يسأل لماذا خرجت من مدينة جديك؟ حرم هناك الحرام، هناك الرسول، مدينة جدة موطن مالي. فقال لهم إن بني أمية شتموا عرضي فصبرت. الإمام علي يشتم صبر. ونهبوا مالي فصبرت، وطلبوا دمي فهربت. يبون يقتلون الإمام في المدينة، أمر بأنه أخذ منا البيعة وإلا أضرب عنقه. صار إرهاب في المدينة أصلا، فاضطر الإمام أن يخرج من المدينة بأبي وأمي. والإمام سلام الله عليه عندما أراد الخروج من المدينة، عزيز الإمام، اجتمعت نساء بني عبد المطلب للنياحة والبكاء. فقال لهم الإمام سلام الله عليه أنشدكم الله ألا تظهروا هذا الأمر معصية لله ولرسوله. فقالوا إذن لمن نستبق النياحة والبكاء، وإنه كيوم مات فيه رسول الله. يعني هذا اليوم اللي بيخرج منا الإمام سلام الله عليه كيوم مات فيه رسول الله. تقول سكينة بنت الإمام الحسين سلام الله عليه ما كان أحد أشد خوفا منا أهل البيت. نعم الإمام عطى أوامر حتى يجمعون الرواحل، هيئة والاستعدادات الأولية للرحيل. ركب الإمام فرسا، اجتمعوا أهل المدينة
وهم يقولون الوداع الوداع، الفراق الفراق، والملتقى يوم القيامة، يوم الذي راعي الشيم أنواي الشيد الراحلة جابه المحامل الحرم، وكل فارد وجه حدله طبلة عد زينب مبتسم. ها هو المسؤول عن زينب من يوم هو صغير العباس، الامام علي خلى ايده بيد زينب قال انت هاي مسؤول عنها، انت امانه بيدك هذه. ها اي نعم. طب لا عد زينب مبتسم عباس راعي المرجله ناداها يا مهجت علي، ها قومي نروح الكربله، ها وياي وياي قومي نروح الكربله. قالت لخويا ما احملك من هو الذي يتكفل، ناداها قال هيك امرك نواد نتمثل، طلعت كل ساعة نزل، ها محمل الحر يعدله الصدل الحسين وناشد اخويا شنهي نزل تكبل فله، ناداه يا مهجة علي تدري بختنا مدلة، ناداه يا مهجة علي تدري بختنا مدللة ما تحمل الذل والهضم نشأت على العز والعلم، ناداه يا مهجة علي تدري بختنا مدللة ما تحمل الذل والهضم نشأت على العز والعيد، ريتك يا عباس حاضر يوم طلعت من كربلاء وزينب، ريتك يا عباس حاضر يوم طلعت من كربلاء، شلون بيا حال تستر وجهها جفوفها والدمع على الخد شايل ومصيبتها، روعوهم اخذوا الخمار من على رؤوسهم ومصيبتها وزينبا وسيقت على عجف النياق اسيرتين يطاف بها في مشهد بعد مشهد، تستر وجه جفوفها والدمع على الخد سايله، ترضى يا اخويا شيمتك شمر وزجر الهولة ومصيبتها، ترضى يا اخويا شيمتك شمر وزجر الها خرجت من كربلاء، وين راحت؟ قالت اروح للعباس هو الذي اخرجني من المدينة، هو اللي ها خلاني في محملي، اخوي 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 ما انت اللي جبتني
وبيدك يا خويا ركبتني بس ما رحت عني وعفتني خويا بني امي ولتني بعد بعد شنو والصياب زجر الورمتني وما مصيبته اي والله والصياب زجر الورمتني وسيقت على عجف النياق أسيرة يطاف بها في مشهد بعد مشهدي بعد يؤلمها قرع الصياط فتنثني تحن فيشجي صوتها كل جلمدي سرت تهاداها علوج مية فمن ملحد تهدى إلى شر ملحدي يا الله. وصلنا دعاء مريض بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا من اسمه دواء يا الله وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم الرأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وعلى محمد. اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك وعافه من بلائك يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا رزقا إلا بسطته ولا عيبا إلا سترت ولا خوفا إلا آمنت ولا سوءا إلا صرفت ولا سقما إلا شفيت إلا عند حاجة يذكر حاجته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح موتى المؤمنين والمستمعين والمؤسسين لهذا المجلس الشريف رحم الله من أهدى ثواب الفاتحة قبلها صلوات.